يا واش الاخوان، كي دايرين بخير؟ نتمنى انكم تكونوا في افضل الاحوال ديالكم. المهم هذا الفيديو هذا اول حاجه بعدا دراري ماشي انا فين كنحط البيسي ودخل بق كله، راه كنلتحت طلع شو الفوق باش نصور لكم هذا الفيديو هذا ديال السيت اب والبيسي اللي عندي والكونفيك كامله، فهمتوني؟ المهم كما كتشوفوا راه في واحد الحاله مزريه جدا، الغبره كذا كاين الغبره، شوف باس بلاي تاع الغبرات، غادي نطوي هادشي كامل، الكاسكا هو كلافيو سري راه مو طابي حداهم، ولكن ها هي الدراري. المهم غادي نطوي هادشي هذا، ندوي لكم على اي حاجه كيفاش تقديتو النهار الاول وكيفاش طورتو بحال هكا حتى ولا كيخدم على كبار والاثمنه، وفي الاخر ندير لكم شي جيم بلاي ونعطيكم شي نصائح كيفاش تقدو البيسي ديالكم. المهم نخليكم مع نيتواياج، انا دابا غندير نيتواي فيه وهاد الشيء نرجع لكم. الدراري ما قلت لكم هاد اللعبه، المهم هاي اليد باش كنصلح كلاواش، شتا هادي اليد كلافيو اللعبه، شو هادي اليد ديال الماوس، هادي خطيره هادي، شو هاد اليد هادي ديال الماوس. شي حاجه الاخر كنقول لكم، المهم خليكم مع هاد الشيء هذا، راني مسطي بعدا باش نكون في خباركم، انا راه مفربل نخليكم ماني طوي. المهم غنقي ونولي لكم كلشي سالينا اني جاي. كما كتشوفوا الدراري كنت غنقول لكم بلا شي تنطير روينا صاحبي، كنت غنقول لكم ثاني طوي هاد الشيء هذا عاد نجي عندكم، ولكن اني طوي بيد وحده غنوريكم فهمتوني. المهم داك الشيء بيد وحده نشد هاد الزوي بحال هكا هو طقت في كوزينه، يا ربي سمح لي ما عرفتش ديالها، تكون خزنات الوالده صاحبي، خزناتو باش تكون خزناتو الوالده ولا شي لعيبه ديال الكيسان، شي لعيبه كان غنمسح بها البيس، هادي هي القرعه شتو نسد من القنقومه بحال هكا نقلبو الماء، الماء خرج كثير صافي، غير هاد شويه هي البقعه اللي فيها الماء داكشي بيد وحده فهمتوني، مكاينش مشكل. هادي الباس بلاي ما عندكم ما تخافو، ما كيلاطو لا والو، مسحو داكشي نقيو بحال هكا، واش كيبان؟ لا كيبانش. المهم انا الدراري نحاول نجي من البلاصه اللي ما فيهاش الضوء، ماشي بحال هكا صافي، نقيو هادشي تيفون فيه 15 ولا خشبة صافي، باش شوف ناري فيها الغبرة اصاحبي. هادي واحد الدراري شوفوا 750 واط، هاهي نصبت على اسماعيل فيها، يا ربي تسمح لي اسماعيل اللي تكاسل لك 20 من هاد الفيديو هذا، ما عنديش مشكل، عارف راسك انني ناصب عليك، صبر وصافي اخويا الزين. المهم باس بلاي مليحة الدراري، كتبان لي تنقاد صافي، باش نقلبها و هادو الكوابل ديالها الدراري، هادو الكوابل ديالها، نمسحها شوية بيسي باش نزيدو شوية الماء، شوية الماء تخيل تكب هاد غلات الماء وسط البيسي، عادي صاحبي مكاينش مشكل، باش ديالي محارب نطوي شوية لا شت عندي واحد العملية صافي. دابا غادي نمسحو كاد جرافيك تاعي، يا ريت شكي دقلقات اصاحبي هاد كاد جرافيك، عرفتش كان شي ديال الكاميرا ولات بحال هكا، ما عرفتش نمسحو كاد جرافيك شي حاجة الغبرة ولا كاينش مشكل الدراري، مكاينش مشكل جبتو هاد الاس اس الار جي دي نقعدها واش مالو مالو روينا شو روينا صح والله شي روينا، عندي اقوى الكونفيك في العالم صبارات صافي، احنا بعدنا شوية واه شحال ديال الغبرة، ما عرفتش كيفاش صبرات معايا هاد الكارت جرافيك، والله ما عرفتش كيفاش شهادات الدراري ب 600 درهم. المهم تنوصلو للاثمنة داكشي غنقول لكم كلشي، لا مولاي الله يعمرها دار اصاحبي، الله ينقص لي الثمن وصبر معايا كدا اللعبات، اش غدير نحيد صباك انا مكانش مشكل. حيدتها بيد وحده اصاحبي القوة والله، كنحبها والله الشكل ديالها شو كيداير مانيفيك داكشي. المهم هادي كارت جرافيك ديالها الشي راه كبيرة، يدينا راه كبيرة صحاب لكم يدي صغيرة، تكون فيها شي كيلو شي 200 تقيلة صراحة تقيلة كيلو 200 غرام. المهم نحطها هنايا بقيت تما ايه كنشوف فيك، نكملو اللعبة، شوف بيسي كيفاش كيبان، والله تا مقودة على بالله
استجوز طوماس نقعدو هذوك وبلادو نقعدو هذوك وبلادو ديك الساعه ندير واحد قعدو هذا الباب هنا دري فين تيكون البروسيسور كاين هنا تحت هاد اللعيبه هادي بدلت ليه الباتين ميك انا ايديك ايش شهر دابا بدلت ليه الباتين ميك تريد نتوايج جاني نتوايج هي بحال قلتي باش نوريكم اللعيبات باش تكونوا نتوما تخافوا من داكشي ديال زعما تقيس زعما عندها ما يوقع ليها اصلا انا شديت المادر بورد ديك النهار بقيت كنتسركل بها انا وكيلاص شديت المادر بورد بوحده تركت بها مراكش كامله فوق السون ما وقع ليها والو جيت ركبتها وخدمات كونفيك محاربه دابا تخيل معايا نسى لا هادشي بغيت على ما يشهدش لا شي بلو سكرين ولا لعيبه راه كلشي كيوقع مغبر مغبر هادشي واو باش نمسحها من هنايا المهم بلا 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 شو الغبرة طايرة الغبرة طايرة بعد اكثر في البركة لا بقات لي كمان تلاقي دابا تاهي غادي نمسحوها دابا مكاينش مشكل مغبرة ها شو مادام مغبرة الغبرة فين ما مشيتي فين ما مشيتي كاين الغبرة عنديش التريكي باش ندير اصاحبي ندير بقى شاد التليفون خدام تني طوي شي شويه بحال هكا باش انت كحاس بالك الماء 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 الله طبعا يكون هذا هو اقوى فيديو لسيطاب في المغرب سالينا ما كلاش 3 مليون اصاحبي دابا نقول لكم التريكي باش اثمنه ولا بس صافي تبدا شي تمسح المهم كومين قالت لي كلافي دري ما يمكنش بقاش التليفون خصني نحيد لها السويتشات وداكشي اصلا غادي نشدها نحطها في فيسبوك هي راه ميكانيك ونبيع مو بشي 50 درهم طلعت لي في راسي وطلعت لي في صحتي المهم قيله دابا تني طوايه داكشي غادي نقاد سيتاب وغادي نوريكم فاش غايشعل البيسي وكذا كلشي هو هذا يلا نيجي كما كتشوفوا معايا الدراري هو البيسي شعل هاهي يلا شين ديالنا كلافي سوري لوجيستيك جيمي وجوج راه اوريجينال السوفتوير ديالها غنوري عليكم خصنا شي تحل المهم هاهي راه السوفتوير ديالها هو خدام لاباس هنا عندنا الويفي باش خدام راه كندير ديال 4 ميجا جبدي ليه 20 ميجا باش نوض باش نوريكم كلشي الدراري المهم هادي هي النتيجة النهائية فاش خدمت شوف فاش غادي نسالي غادي نهبطو لجهة فين كنقصر هنايا المهم كيبان داكشي مظلم واقيلا بلاتي المهم هادي كارت غرافيك جي تي اكس 970 شريتها ب 600 درهم من واحد المحل في مراكش في الاحباس هذا الاس اس دي تا هو شريته من عند نفس السيد كارت غرافيك شريتها مستعملة ولكن الاس اس دي شريته جديد بكارطونة ديالو اش جي دي جا مع البي سي جمع البي سي في 500 جيجا البي سي خديتو المهم كما قلت لكم كارت جرافيك ب الكارت جرافيك شريتها ب 600 درهم اس اس دي ب 300 اش جي جمع البي سي والبي سي الخوج الكونفيك ديالو هو اي 588 لا كانت فيه في الاول 4 في الرام 8 خديتو الخوت ب 1290 درهم وزدت 3 في الرام 3 في الرام ب 150 درهم 4 في الرام باش كنقول زدت لي 4 في الرام 150 درهم من بعد عاد جيت كنطول من بعد شريت لي اس اس دي من بعد جبت لي كارت جرافيك اللي باس وفاش بغيت نركب اخويا كارت جرافيك لقيت ضروري خاصني هذيك الباس بلاي دابا راه خدامه حاضره يدي ما عنديش مشكل دابا وقع باش غادي نقول لكم اخويا هاد الكارت جرافيك هاد الدراري ما كنتش باغي ناخذ هاد كنت حاط يعني لا 1650 ولا جي تي اكس 1050 تي اي ولا 1050 هادوك هما اللي كانوا يخدموا لي في البي سي ديالي بلا باور سبلاي المهم فاش خديت الدراري هاد الكارت جرافيك هادي لقيت راسي انا ضروري خصني نشري باور سبلاي وفاش شريت باور سبلاي لقيت عندي مشكل اخر عاوتاني جبت اخوت باور سبلاي لقيت خاصني هاد الكابل هذا كيسويتشي مع الباور سبلاي اللي عندي ميمكنش تبرونشا مع المادر بورد حيت البين هادي فيها 6 وهادي فيها 20 بين كما كتشوفوا 20 بين شريت ليها سويتش 250 درهم غالي الخوت وما كاينش وقليل ما كاينش بقيت نقلب عليه حتى درني راسو الحل ديالو هو لقيت شوف بي سي مراكش وما عندهم اشمله شويه طايما كاين داكشي عندهم كاليتي فهمتوني بي سي راه ندوز معايا الحربات دابا راه عامين هو عندي
شي حاجه الاواخر. ولكن اونتري هادي راه فيها هي 1920 في 1980 1920 في 1980 ولكن درت لها اوفر كلوك الخوش، درت لها واحد كسر السرعه. وحنا ما عليناش الا باش دابا نخليكم واحد الجيم بلاي بهذا البيسي. المهم نقول لكم شنو عندي انا في البيسي. ندخل للسيستم بعدا هو الاول وصافي. الالعاب اللي كنقصر بهذا الكونفيغ هذه كنقصر فيه كونتر سترايك كتخدم عاديه 140 اف بي اس 130. باش دابا كونتر سترايك الثانيه ولات متطلبه واحد شويه ماشي بحال النسخه القديمه. وعندي السوخس، عندي كونتر سترايك سوخس، وعندي كونتر سترايك 1.6 ديك الان بوانسينس. وعندي دراري باغي ندخل بلاك سكواد من القصره حتى هي وندخل ديك بلود سترايك حتى هي راه باش تدخل تبقى فيها والو تكمل. ها هو اللينس ديالها كاين تماك، التليفون هي طفالي الخوت. المهم باش ندير في الشاط تكونيكتا مع البيس. المهم الخوت كنلعب فيه باش ندير هاد الشي كلوز باش ندخلو ال... دراري انا اللي شوف انا اليوم ولا غدا ام الالعاب اليوم ولا غدا غادي نشري كول اوف ديوتي بلاك اوبس 2. هذيك اللعبه عزيزه عليا بزاف، ما بغيتش نمشي نشري بلي باش اللعبه. اللهم قلت تشارجي شي حاجه، اللهم قلت نمشي نشريها من ستور ديال ايبيك ولا ستيم. ماشي ندير مع الخوت لعبه زوينه تستاهل. الا بغيتو شي ناشي فيديو عليها واش ليه با. المهم الا مشيت تفرجوا شي فيديو ديالي كنلوحو عليها دخلوا على اليوتيوب كتبوا بلاك اوبس 2 باش تعرفوا البلان كيفاش داير. هذيك لافي كنت خديتها ب 250 يمكن خديتها ب 250 درهم. هادي هادي اللي كانوا 400 درهم 400 صافي وقيلا. و البارس بلاي دايره شحال 400 درهم باقي ما خلصت فيها اسماعيل طال فيها 8000. وكن هو كان قال لي كان قال لي لا ما عندكش الله يسامح. ولكن انتوما كما كتشوف هاد الخوش انتوما راه عندي كونتر سترايك سوخس باش يبان لكم داكشي. صافي عندي السوخس، عندي كونتر سترايك الثانيه، وعندي ليفت فور ديد هادو شاريهم انا شريتهم. اي بلاك سكواد لعبه باش بي سي غندخل نشري ميطون اللعبه بي 24 هادشي اللي كاين الخوش. اي كتصوني دابا واحد يبدا يتفاعل يدير بوز. المهم الخوش هادشي اللي كاين. انا دابا غنخلي لكم واحد الجيم بلاي بهذا البيسي هذا، نتلاقاو شي فيديو جديد. راه انا عارف اني تعطلت عليكم والسموحة راه السيمانه بقيت لحت والو راك ما عارفش شنو كان وقع ليا راني مخربق ديال بصح. المهم الاخوان كنقول لكم شكرا بزاف حتى وصلت لهاد نهايه الفيديو. انت اول مره كتشوف هاد السين هادي دير واحد لايك للفيديو سبسكرايب وفعل النوتيفيكاسيون ديال السين باش اي حاجه لحتها توصلك. المهم الخوت راه شوف راه هاد النيفو هذا نقول لكم شاد النيفو اللي طلعت في الشين اقسم بالله الخوت عمرني درت الزيت وعمرني كنفكر ندير الزيت وما كنحملش دوك صحاب الزيت. كنلعب كلين كنطلع فيديوهات زوينه احسن من دوك صحاب الزيت اصلا. الله ما تكون كلين وتكون جامع واخا نكون دابا انا يعني يلاه عندي 3K ولا كنحبكم ماشي مشكل 3K هاني ولحد الان الدراري باقي ما دخلتش ولا صحابكم كندخلش لعيبه. والله دراري من هاد الشيء ما شديتش في يدي راه مدير لا تحقيق الربح وكلشي وكان باقي الخوت. نتوما عارفين الاصل في المغرب راه والو ميدير بصح السي بي ام خارق كلشي خارق. يوتيوب ما تقلقوش راه نتوما كنحبكم ما عنديش مشكل ماشي مشكل نربح ماشي الا ما ربحش. المهم انكم تكونوا كتستمتعوا بالفيديوهات ديالي وتكونوا مرتاحين في الشيء اللي كندير. ودراري بيس ليكم كنشكركم بزاف العز والله نتلاقاو في فيديو جديد.